التسعير. الناس اتخضت من سعر الساعه 10 جنيه وانت طالع 10 جنيه في الساعه للملاكي، غير النص نقل، غير الميكروباص، غير الحافله المدرسيه، غير المبيت، الخ الخ الخ. فالناس مخضوضه. هو حضرتك طبقا للقانون، القانون سمح لوسائل الاحياء والمراكز المدن والساده المحافظين وكمان لرؤساء هيئه الاجهزه داخل المجتمعات العمرانيه اللي احنا بنقول في المدن الجديده، سمح لهم في حاله عدم وجود تمويل او اداره هذا الملف، تخطيط تنظيم توجيه رقابه الى اخره، في اداره هذا الملف الخاص ان تسند اسناد اداره هذه المواقف لشركات القطاع الخاص، سواء من خلال المزايدات او من خلال نظام البي او تي بحد اقصى 10 سنوات. محافظه الجيزه، يعني احنا بنحيي السيد محافظ الجيزه ومحافظ القاهره من اوائل الناس اللي اشتغلوا على هذا الملف، ولكن انا في شيء متعجب عليه من محافظه الجيزه، بعض الاحياء اسندت الى الشركات الخاصه هذا الملف، دي خطوه جميله جدا، ولكن القانون بيقول ان اللي بيصعب الوقت المبيت او الانتظار ليست الشركه اللي انت حضرتك بتسند لها، لا هي لجنه مشكله بحكم القانون من الماده 4 أو 5 من نفس القانون 150 لعام 2020 ولائحه التنفيذيه 5 لـ 2021، بيقول سعادتك في لجنه، اللجنه دي تابع لكل محافظة هي اللي بتحدد مسألة التسعير. اللي احنا شفته في محافظة الجيزة ان الساعة ب 10 جنيه طبعا، لو تم الانتظار 7 أو 8 ساعات يبقى كده دخلت في 70 جنيه، لو بنتحدث في الشهر ده مبلغ وقدره، مسألة المبيت وصلنا ل 300 جنيه، فأمل من المسؤولين في محافظة الجيزة وباقي المحافظات اللي ما اشتغلوش أساسا على هذا الملف للأسف الشديد، يعني مش يعني انا بقول للساده المحافظين وقيادات الادارات المحليه واقصد بيها رؤساء الاحياء ومراكز المدن، يا جماعه لا تنتظر انك تاخد تعليمات من قيادات البلد، يعني الناس دي عندها ملفات كبيره جدا وعندها استثمارات خارجيه وعندها عبء كتير وعندها ملف الاسكان وملف العشوائيات، مش معقول كده يعني. يعني معلش مع كامل احترامي وانا بقولها كده عتب بحب، يعني انا بشوف في بعض المحافظين، خلينا يعني اتواضع اقول بعض المحافظين لا ترقى انك تبقى حتى موظف درجه ثالثه، انت يعني مهمتك ان انت تروح الشغل وفي ناس شغاله، فاحنا بنقول يا ريت يعني ما فيش بلد في العالم القياده السياسيه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء هو اللي بيشتغل لوحده، لازم يبقى في ناس ثانيه شغاله، يعني مثلا في ملف الدرجات طلع من القياده السياسيه بالتعاون مع وزاره الشباب، ملف مخالفات البناء اللي احنا حضرتك فتحناه اعاده التدوير طلع من القياده السياسيه، الملف العشوائيات، يا جماعة لازم احنا نبتكر نبدع نفهم الملفات اللي احنا تحت ايدينا، الكلام ده بقوله لقيادات الادارات المحلية، ما تستناش انك تاخد تعليمات، لان سعادتك القوانين عندك والتنسيق عندك وبعض الصلاحيات ضمن القانون موجودة، انا اعرف الصلاحيات يعني طبقا للقانون الادارة المحلية ما هيش كتيرة، ولكن ممكن انت تنسق